مستمعينا الكرام، فقرة صحتي في ماكلتي واللي من خلالها كما وعدناكم يوم امس غادي نطرقوا المواضيع مهمه، مواضيع كتهمكم فين ما كنتوا. اليوم كنصادف الدكتوره مريم الوهلي اللي هي اخصائيه في التغذيه والحميه ومحاضره كذلك. اهلا وسهلا بك دكتوره مريم، صباح النور. صباح الخير لله هدى، صباح الانوار، صباح الخير مستمعين. كنتمنى تكوني بخير وعلى خير، بصحه جيده. بخير ليك، بارك الله فيك. انا في البلد ديالي دونك ما غنكون الا في حاجه جيده وحتى المورال ديالي مزيان. طالع العائله بعدا بخير، كلشي مزيان، كلشي على خير، بارك الله. الحمد لله، الله يبارك فيك دكتوره مريم، وحنا دائما كتنورينا من خلال المرور ديالك معنا ومن خلال اعطائك النصائح القيمه اللي كتنال الاعجاب ديال المستمعين والمستمعات فين ما كانوا. اليوم غنتكلموا على الامراض المناعيه وعلاقتها بالتغذية. الأمراض المناعية، فاش كنتكلموا على الأمراض المناعية دكتورة، فشنا هي هذه الأمراض المناعية أولا؟ أول حاجة أن هذا الموضوع بالخصوص تنظن أن جميع المغاربة ما كيش شي واحد فينا ما سمعش في السنوات الأخيرة على الأمراض المناعية، لا من بعيد ولا من قريب. كثرات بزاف، والبحوث العلميه كذلك والمقالات العلميه خرجت بزاف على هذا الموضوع. الوغ ملي تنهضروا على الامراض المناعيه تنهضروا على مجموعه من الامراض، هي ما نقدرش كلها لان خاصني بزاف الوقت باش نقول لكم شناهي هذه الامراض كلها. ولكن من بينها اللي نذكر دابا هو التصلب اللويحي، تسميوه حنايا بالفرنسيه سكليروز اون بلاك، مرض السيلياك اللي ولينا تنشوفوه بكثره، داكوغ، مرض كذلك الذئبه الحمراء اللي تولينا تنشوفوه، وكان يعني كان تيجي المغاربه من قبل ولكن دابا تهيج بكثره، الروماتيزم كذلك اللي تتصنف من الامراض المناعيه. وتنظن بان خصوصا الناس الكبار تعاني من هذا المشكل، وتهو راه مرض مناعي. دوك كاين مرض الكرونس اللي حتى هو مالادي دو كرون، حتى هي تتصنف من الامراض المناعيه. وكاين القولون التقرحي، وتنظن بان القولون التقرحي حتى هو ولا كثير عندنا في المجتمع المغربي. الوغ صراحه بكل صراحه لاله هدى، انا بغيت نجي نهضر على الامراض المناعيه، خاصني لربما اسبوع ونقدر ما نكملش اليوم في الحصه ديالي معكم، ونقدروا نكملوا غدا، ولكن بصح خاصنا نعطيو واحد يعني الوقت كافي باش نشرحوا شنو هي الاسباب ديال هذه الامراض، ظهور امراض المناعيه وعلاقتها بالتغذيه. لان بزاف الناس كيتسالوا حاليا واش بصح هذه الامراض المناعيه عندها اسباب، لان كنا قبل كنقولوا اسباب مجهوله بكل صراحه، ولكن دابا من تطور العلوم ولينا عارفين بعض الاسباب، اسباب ما كافياش بطبيعه الحال باش نعرفوا الجذور ديال او جذور ظهور هذه الامراض المناعيه، ولكن كاين اسباب دابا واضحه جدا اللي نقدر انا ننور بها المستمع المغربي والمستمع المغربيه. الوغ من بينها التعرض المزمن لماده او للهرمون الكورتيزول. حنايا تعرفوا بان ولات عندنا ضغوطات نفسيه كثيره جدا، نفسيه وجسديه، بحكم الخدمه، بحكم بزاف د الحوايج، المنزل، العائله، الى غير ذلك، المجتمع، بعض الاشياء اخرى اللي تتخلي عندنا واحد الضغوطات نفسيه وجسديه اللي تتخلينا اننا نتعرضوا بشكل مزمن لهذا الهرمون تاع الكورتيزول اللي تفرزه الغده الكظريه. دونك هذا التعرض المزمن بتكرار، لانه واخا نتعرضوا ليه مره لانه هو ربي خلقوا فينا هذا الهرمون، هو اللي تيدافع علينا باش تعطينا هذيك رده الفعل. دابا مثلا قصتي حاجه سخونه راه تتكون واحد رده الفعل اوتوماتيك. اييه، ولكن ملي تنتعرض مثلا ضغوطات نفسيه يوميا كل ساعه كل دقيقه، هنا تتكون هذيك الماده او هذا الهرمون تتفرز بتكرار، وهو هذا الشيء اللي تيضعف المناعه ديالنا وتيخلي بعض الخطرات المناعه تاتاكي الجسم. داكوغ، هي الجسم بحال تعتبره جسم غريب جدا ما تتعرفوش، اوكي، داكشي باش تاتاكيه. كاين كذلك اسباب اخرى من بينها السموم البيئيه والغذائيه. حنا ما نكذبوش على راسنا، ولينا تنعيشوا بزاف يعني في بيئه، العالم كله بيئه فيها تلوث كثير بزاف، لا من ناحيه خصوصا الميتولوغ او الاجسام الثقيله، المواد الثقيله بحال في البلومب الى غير ذلك، اللي تنقدروا انها تكون عندنا في المنزل ديالنا وما تردوش ليها البال. بحال اش بحال دابا ولا عندك بزاف الناس ولا خصوصا النساء تيستعملوا هذوك المواد، هذوك المقالي اللي ما تيرسوش سقوش. ما نقولش الاسماء، المقالي اللي ما تلصقوش وفرحانين بهم الى غير ذلك، هادو تقدر انهم مع المده ومع الاستعمال المتكرر ديالهم يعطينا بعض يعني سموم للجسم ديالنا اللي صعيب اننا نتخلصوا منها، داكوغ، تبقى مع الاسف عالقه في الجسم. كاين كذلك ملي تنذكر السموم البيئيه تنذكر كذلك البلاستيك، استهلاك يعني او لا استعمال البلاستيك، ما كاينش دافع نظن بان ما تنستعملوش، هو الدوله ديالنا الحمد لله بس مجموعه من المجهودات باش تحيد البلاستيك في الاسواق الى غير ذلك،
ولكن مع الأسف المنازل ديالنا راه باقيين تنستعملوا هذه المادة للتفاعل خصوصا مع الحرارة، مثلا حطوا فيها ماكلة سخونة حتى واخا تكون ماكلة باردة مع المدة من طبيعة الحال ستطلق سموم. كاين كذلك السموم الغذائية، ما تنذكر السموم الغذائية المواد الحافظة إلى غير ذلك داكوغ، دونك المواد الكيميائية اللي تكون كذلك في الخضروات داكوغ، اللي ما يمكنناش حنايا فهمتي يعني المستهلك خاصو يرد البال كيفية الاستهلاك، ملي تيجيبها من السوق خاصها تنقع مدة ديال 10 دقائق في الماء والخل داكوغ. هذه هي أبسط حوايج اللي ممكن أننا نديرو بالنسبة للأواني ديال البلاستيكية. الأواني البلاستيكية لا، بالنسبة للخضر والفواكه. الخضر والفواكه السموم الغذائية هذيك دابا تنصنفوها من السموم البيئية البلاستيك. السموم الغذائية كما قلت لكم مواد الحافظة، المواد الكيميائية، الإضافات اللي كاين في بعض المنتوجات ديالنا، وكذلك الخضر والفواكه، لان الفلاح مع الاسف دابا حنا كنعرفوا كاينه واحد الازمه تاع الماء الى غير ذلك، تيضطر انه يستعمل بعض المواد الكيميائيه باش يكون عنده المردود مزيان، المردوديه مزيانه، ما شي بعض يعني بعض الخطرات تاتاكي شي بكتيريا لهذاك الفلاحه ديالو وديك الغله ديالو ولا فيروس الى غير ذلك تضرب ليه الغله كامله. دونك لذلك تيضطر يستعمل بعض المواد الكيميائيه. دونك المستهلك خاصو يشد هذيك الخضر، يدير في راسو بانني خاصني نقعها في الماء، حتى الفواكه كذلك مده ديال 10 دقائق في الماء والخل. هذه تنقول لكم ابسط الحوايج اللي ممكن انا ندير. اللي عنده امكانيات ياخذ البيو، اللي عنده الامكانيات بطبيعه الحال. كاين كذلك لان خاصه فعلا فعلا، لان هاد الاغذيه ولا هاد السموم البيئيه والغذائيه تيقول لك شنو علاقتها بالامراض المناعيه. انا غنفسر لكم بطريقه بسيطه جدا. خاصة عفوا بان السموم البيئيه وحتى هذوك المواد الحافظه الى غير ذلك من الد الحوايج اللي تتغذى بهم البكتيريا الخايبه عندنا في الجسم. داكوغ، حنا كلنا عندنا بكتيريات، كاين بكتيريات الضاره وبكتيريات النافعه. هذوك البكتيريات الضاره من الد الاطعمه اللي تنعطيوها هي هاد الاشياء داكوغ، وتينتج عليها واحد الماده سميتها النيروتوكسين. هاد النيروتوكسين صعيب ملي تتمشي للدم، ويعني تتزاد لا دوز ديالها من عام الى اخر، تيولي المناعه ديالنا تتهاجم الجسم داكوغ، وبالتالي تيولي ظهور الامراض المناعيه. كاين كذلك خصني نذكر لان في 2018 خرج واحد المقال علمي اللي ذكر كذلك علاقه واحد الفيروس اللي تنقدروا ان نصابوا به في الطفوله، وتعطينا بعض الاعراض ولكن تيمشي وتيسكت وتظهر واحد السن معين، نقدر 30 40 عام، وهو اللي تيهيج لنا هذه الامراض المناعيه. شنو هذا سميت هذا الفيروس؟ هو لغباس 4 ولا تسميه او بي في ولا ليبستن بار فيروس، يعني باللونجلي داكوغ، يعني الفيروس ايبستن بار. الوغ هذا الناس اللي عندهم الامراض المناعيه وما عرفوش مناش جايه تياخذوا الادويه، ولكن المهم جدا نعرفوا الاسباب الرئيسيه، حقاش الادويه تتكلمي غير الاعراض، ولكن ملي تنعرف الاسباب الرئيسيه راه تنمشي للجذر ديال المشكل وتنقضي عليه بمره. دوك هذا الفيروس هذا كما قلت لكم تقدروا تصابوا به الاطفال، 80% تيكون يعني صامت ما تيعطيش اعراض، بالاعراض ديالو انها تطلع سخانه، تقدر ان يتنفخوا لينا مثلا الحلاقم داكوغ، دونك هادو يقدر تيكون تضخم ديال الطحال، يقدر كذلك الكبد تيتنفخ، هادشي كله يعني فهمتي تيجي اعراض كاعراض الاصابه بالفيروس. هاد الفيروس تينتقل عبر يعني عبر اللعاب، مثلا ملي تيكون الاطفال تيلعبوا بيناتهم بواحد اللعبه تيقدر واحد ينقلها للاخر داكوغ. تيقدر الا ما كانت المناعه ديال داك الطفل جيده جدا، تياكل مزيان وفهمتي عنده واحد الوسط جيد، من طبيعه الحال تيبقى مع هذاك الفيروس داكوغ، تيبقى معاه ومعاه من طبيعه الحال ضغوطات نفسيه، وكما تنقولوا واحد ما عندناش واحد ليجين دو في، ما تنديرو لا سبور، ما عندنا بزاف الاشياء اللي تخلي المناعه ديالنا تضعف. ملي واحد السن معين تينوض تيفيق هذا الفيروس، وملي تيفيق هذا الفيروس تيعطينا بعض الامراض المناعيه اللي ذكرنا، التصلب اللويحي ومرض السيلياك الى غير ذلك. دونك هنايا غيقولوا لي الناس وكيفاش انا نعرف راسي انا تصابت بهذا الفيروس هذا؟ الا كان عندك مرض مناعي وبغيت تعرف واش السبب ديالو هذا الفيروس، ممكن انك تمشي دير تحليله ديال مضادات الاجسام ديال هذا الفيروس. دابا الاطباء تيعرفوها وتيقدروا يعطيوها للشخص. دونك هنايا هادو هما الاسباب الرئيسيه. كاين كذلك بالنسبه للمراه ولا العيالات، لان تشوفوا النساء اكثر عرضه للامراض المناعيه، تيقدر تكون الاستروجين، يعني هذاك هرمون الاستروجين ديال المراه، خصوصا اذا كان مثلا المراه تتنعني عندها تصلب اللويحي ولا عندها مرض مناعي، وتتلقى راسها تتشوف راسها بانها قبل الدوره بشويه تتهيج عليها المرض داكوغ. الا شافت تتهيج عليها المرض
تنرجحوا واحد 70% حتى 80% ان عندها مشكل مع الاستروجين. ان الاستروجين تيطلع بزاف، لان خاصنا نعرفوا بان تيطلع بزاف، ولكن الجسم ديالنا الكبد ديالو الكبد ديالنا الا كان خدام مزيان تيقدر انه يدير لا فورم اناكتيف، ما تيبقاش خدام هذاك الاستروجين بزاف، لان ملي تيتحول لا فورم اناكتيف صافي الحمد لله، ولكن الا بقى خدام ما تحولش لهذيك لا فورم اللي حنا بغيناها، بطبيعه الحال هنا تيقدر يهيج لنا المرض المناعي، تيقدر يجبد لنا امراض اي نوع من هذه الامراض اللي شرنا ليها قبل قليل. اي نوع من هذه الامراض. الوغ دابا الحل في الغذاء، في الغذاء يعني مثلا انا يعني كمختصه انا دابا ذكرت لكم الاسباب، لان مهم المستمع نعرفوا الاسباب داكور، تقدر هي يعني نقولوا تتكادرينا داكوغ. الوغ انا اول يعني حاجه نصيحه، ما تقطعوش الدواء داكوغ، الدواء ما خصوش يتقطع، ولكن مع الدواء الا خاصو يبدا كلا كان عنده مثلا اربعه ديال الدوايات ياخذهم خاصو ياخذهم، ولكن كمكمل خاص تكون عنده واحد ليجيان دو في، خاص يكون عنده واحد الغذاء يعني مزيان اللي ما تيكونش فيه السموم داكوغ، واللي تعزز المناعه تاع الجسم. شنو هما هاد الاغذيه اللي غير مهيجه لهاد الامراض المناعيه؟ بحالاش غنذكروا منها الجلوتين يعني الطحين داكوغ، الطحين هي كماده مهيجه للناس اللي عندهم امراض المناعيه تنصحهم ان يحيدوها داكوغ. علاش؟ لان تقدر يكون عندهم ارتشاح تاع الامعاء او لا ثقوب في الامعاء، داك الغشاء ديال الامعاء الدقيقه ولا الغليظه يقدر يكون فيها الثقوب، وهاد الثقوب تقدر يدوز منها ماده الجلوتين، تقدر يدوز منها يعني المواد الغير الهضمه بحال دابا كليتي اوروبا وما هضمتوش، تقدر يدوز البروتين، وهذا الشيء كله الا داز الدم ديالنا يقدر يدوز السموم، الا داز الدم ديالنا تهيج لنا كذلك المناعه وتقدر يفيق لنا امراض مناعيه داكوغ. دونك مزيان اننا نحيدوا بعض المواد المهيجه بحال الجلوتين، كذلك الحليب ومشتقاته دابا معروف وكاين مقالات علميه كثيره تتكلم عليه وعلاقته بالامراض المناعيه، كاين البيض كاين الصوجا داكوغ، هاد الاشياء كلها خاصها تحيد مع الاسف. دونك يعني حنا تنقولوا ماشي غادي نحيدوها بمره وانما حتى نبره، ملي تنقولوا الشفاء بهاد الطرق هذه مع الدواء بطبيعه الحال تنمشيو من 6 شهور الفوق على الهدى، راه ما نكتبوش على الناس، خاص شويه تصبر، خاص واحد المده زمنيه كبيره داكوغ لا باس بها باش يبان لنا النتيجه. دابا الناس شنو المشكل ديالهم؟ تيبغيو النتيجه الغد ليه، راه ما يمكنش داكوغ. دونك هذا ملي راه بعدا غير باش نحيد ماده الجلوتين اللي كنت ناكل قبل من 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 الامعاء ديالي لانها تتلصق في لاباغوا، راه خاصني يعني اسابيع واسابيع عاد انني غنتبع واحد الحميه ما فيهاش الجلوتين ولا ما فيهاش مشتقات الحليب ما فيهاش السكر كذلك، لان السكريات هي اللي تتهيج لنا هذه الامراض المناعيه. دونك هذه الاشياء كلها خاصني نقاد الامعاء ديالي، الا كان عندي هاد الثقوب في الامعاء الدقيقه ولا في الغالبه في الغشاء ديال الامعاء خاصني نرممها. كيفاش نرممها؟ اول حاجه خاصني تعزيز البكتيريا ديال الامعاء ديالي، وديما تنتكلموا عليها، وهاد البكتيريا ديال الضجه في العالم لان من الاسباب الرئيسيه ديال بزاف الامراض داكوغ. دونك تعزيز البكتيريا اول حاجه باستهلاك الالياف الغذائيه، تنتكلم على الخضر الفواكه، وكذلك نقدر ناخذها كمكمل غذائي لي بروبيوتيك، وما ادراك ما لي بروبيوتيك، ولكن هاد لي بروبيوتيك هادو ما خصهمش يتخادو من الاول تاع الحمية، خاص حتى كما تنقولوا نقيو الامعاء ديالنا ونتبع ديك الحمية يعني بالتدقيق، وعاد نقدر ان نلجا للبروبيوتيك باش يكون عندنا واحد الوسط جيد ونقدر نستافد منها بطريقه صحيحه وجيده داكوغ، وتكون منفعه تتبان ليا. كذلك بنتي نتكلموا على السموم، خاصنا نعزوا الكبد الا بغينا السموم تخرج، لان كما قلنا احنا راه ما عايشينش بيئه نقيه 100%، وحنايا داير بينا البلاستيك، داير بينا مواد التجميل الى غير ذلك، دونك الا بغينا هاد الاشياء ما تاثرش على الجسم ديالي خاصني نعزز المناعه تاع الكبد. كيفاش نعزز المناعه تاع الكبد؟ مره حتى جوج المرات في الاسبوع نشد خلاط كهربائي ندير فيه القزبر والمعدنوس شويه عصره تاع الحامض والماء ونطحن ونشرب. نعم. صراحة نصائح كثيرة اللي ممكن نقدموها للمستمعين والمستمعات بخصوص هذا الموضوع، وإلا كان مازال ما يتقال بخصوص هذا الموضوع نخصوه لحلقة يوم غد بحول الله إن شاء الله. مابقاش لنا الوقت اليوم دكتورة مريم الوهلي، كنشكرك على كل هذه النصائح القيمة، وغدا بحول الله مستمعينا الكرام غادي نواصلوا الحديث حول هذا الموضوع، وغادي نطرقوا لنقط أخرى مهمة أكيد غادي تفيدكم وتفيد الأصدقاء ديالكم والناس اللي عزاز على قلوبكم والأسر ديالكم. أول حاجة يلا نخليكم مستمعين الأفاضل مع هذا الاختيار الغير